مباراة الشباب بالوزداد أعيدت تلمسان في الجولة 17 من الدوري الجزائري لكي تشاهد المباراة. ما عليك فضل الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم. ملعب المستضعف لهذه المباراة ملعب استاد 20 أوت 1955. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في الساعة 2:30 بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 4:30 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة قناة الجزائرية الأولى والرابعة أيضا. نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.